السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة دروس رياضيات ناس اونلاين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وبحيي كل الناس اللي بتابعونا على قناة دروس رياضيات ناس اونلاين. النهارده ان شاء الله معانا لغز منتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لغز الناس محتارة. يعني ايه؟ بقول لك مثلا انت معاك 500 جنيه، تمام، رحت صرفت 200 جنيه، تمام ماشي حلو، اتبقى معاك كام؟ 300. طب ال 300 اصرف منهم 150، تمام، باقي معاك كام؟ باقي معايا 150. طب ال 150 اصرف منهم 90، باقي معاك كام؟ باقي معايا 60. طب اصرف ال 60 باقي معاك كام؟ باقي معايا الصفر. طب ما تجمع دول شوفهم كام واجمع دول شوفهم كام. جمعت دول لقيتهم 500، تمام. طب جمعت دول لقيتهم 510. طب ال 10 جات من فين؟ طبعا الناس مندهشة جدا جدا، العشرة جت ازاي؟ ده انا كان معايا 500، لما جمعت اللي صرفته لقيتهم 500، لما جمعت اللي انا كان معايا لقيت 500، لكن لما اللي صرفته والباقي معايا لقيت نفسي 510. طب ازاي جت ازاي؟ ده اللي انا صرفته وده الباقي. الناس طبعا محتاره، هي جت ازاي؟ بكل بساطه هنا ما ينفعش، يعني ما ينفعش. تعال كده اوضح لك بمثال بسيط الاول، وبعد كده اقول لك الغلط فين. بص يا سيدي، نفترض انت مش معاك 500 جنيه، نفترض ان انت معاك 5 جنيه. انت معاك ايه؟ 5 جنيه، تمام. ال 5 جنيه اصرف منها جنيه، باقي معاك كام؟ باقي معايا 4. ال 4 اصرف منها جنيه، تمام، باقي معاك كام؟ باقي معايا 3. اصرف جنيه كمان، باقي معاك كام؟ 2. 2 اصرف منها جنيه كمان، باقي معاك كام؟ 1. الواحد اصرفه، صرفناه، باقي معاك كام؟ باقي معايا صفر. اجمع اللي انت صرفته، اجمع كده، 1 2 3 4 5، دول 5 جنيه. حلو، ده ال 5 جنيه دي كانت معايا اصلا. طب ما تجمع دول كده وريني، 4 و3 7، 7 و2 9 9 11. ايه ده؟ ده كان معايا 5 جنيه، ازاي بقيت 10 جنيه؟ يا نهار ابيض، ده بقيت 10 جنيه ازاي؟ طبعا الناس مستغربه في الحته دي. بص يا سيدي، بكل بساطه انت دلوقتي لما صرفت 200 جنيه بقى معاك كام؟ 300 جنيه. ال 300 جنيه اللي بقيوا معاك شاملين كل اللي وراهم، مش فاهم. ال 150 دول اصلا اللي باقيين دول مين ال 300 جنيه نفسها؟ يعني ايه؟ دلوقتي انا صرفت معايا 500 جنيه، صرفت 200 جنيه، باقي معايا 300. ال 150 دي اصلا كانت موجوده في ال 300، ما ينفعش تجمعها تاني. ال 60 كانت موجوده في ال 300، ما ينفعش تجمعها تاني. طبعا ده اللغز بيلف على كده، عشان معظم الناس مستغربه جت ازاي. يا جماعه، ال 300 جنيه اللي باقيه معايا دي بتشمل ال 150، ال 150 دي جوه ال 300، وال 60 دي جوه ال 300، فما ينفعش ان احنا نجمعهم تاني. ما ينفعش نجمعهم ايه؟ تاني. دايما اللي انت صرفته، طبعا انا صرفت 200 بقى 300، الباقي ده لما تجمعه هتلاقي عدى، اوقات بيعدي اوقات بينقص، تمام. ففي الحاله دي ما تنفعش تعمل مقارنه كده، لا، اللي انا صرفته هو باين واضح، مهما تصرف هتلاقيهم برده 500 1700 800 بدون ذنب. لكن هنا كل اللي تحت ال 300 ده، كل ده تبع ال 300، موجود كل جوه ال 300. لما اقول لك 300 خد 150، ال 150 دي كانت في 300 اصلا، فما ينفعش اجمعها على 300 تاني، تمام. الفكره كلها في الحته دي. يبقى بكل بساطه ال 300 دي ما ينفعش اجمعها من 150، لان ال 150 اصلا جزء من 300، ال 150 دي جوه ال 300 نفسها، ما ينفعش اجمعها عليها تاني، تمام. يا رب الفكره تكون وصلت. دي فكره اللغز بكل بساطه، عشان ما حدش يضحك عليك ويقول لك اه ده كان 500، ازاي بقى 510؟ مش انت شاطر بتاع رياضه؟ ازاي طلع 510؟ يا رب تكون الفكره وضحت. وطبعا المثال ده ابسط مثال ممكن نوضح بيه. اشوفكم على خير ان شاء الله في الغاز تانية كتير وامثلة جاية كتير، بس حابب تتابعنا ما تنساش تعمل اشتراك في قناة دروس رياضيات ناس اونلاين. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.